الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت الحوالة الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 200 مليون دولار. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 216 مليون و809 آلاف و321 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار واحد للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل بشكل نقدي. أظهرت بيانات صينية أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى الصين خلال عام 2023، وأوضحت البيانات أن العراق صدر نفطاً إلى الصين خلال العام الحالي بمعدل يومي بلغ مليون برميل، وهو بذلك جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للصين، مضيفاً أن روسيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط إلى الصين، حيث بلغ ما صدرته 1,840,000 برميل يومياً، تليها السعودية ثانياً حيث صدرت 1,520,000 برميل في اليوم. أعلنت حكومة كردستان العراق عن المباشرة بتصدير العسل إلى الخارج بشحن أولية صدر منها إلى دولة قطر جواً، وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في أربيل أنه حتى الآن تم بيع نحو طن من العسل إلى الأسواق المحلية داخل كردستان العراق، وسيتاح في الأسواق الشهر المقبل، وهو ما سيشكل دعماً فعالاً للنحالين. كشفت شركة معلومات الأعمال التابعة للاحتلال الصهيوني عن إغلاق 39,500 شركة وتوجه نحو 17,000 أخرى للإغلاق نهائياً في الربع الأخير من عام 2023. وأوضحت الشركة أن قطاع الأعمال في كيان الاحتلال يواجه صعوبة أكبر في البقاء على قيد الاحتلال على قيد الحياة خلال الأزمات، وذلك نتيجة مجموعة متنوعة من الأسباب بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال، وخصوصا بعد أحداث 7 من تشرين الأول. سجلت الصادرات التركية في شهر تشرين الأول الماضي زيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وأوضحت هيئة الإحصاء التركية أن قيمة الصادرات بلغت في شهر تشرين الأول الماضي 22,871,000,000 دولار، في حين سجلت الواردات زيادة بنسبة 0.6%، وتراجع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 17% الشهر الماضي مسجلاً 7,900,000,000 دولار. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.